صباح الخير كديري، لبس عليك. ما عرفتش نمشي نقول المثال ديال ملي تيكونوا هادوك قاعدين ولا ما تيجيو كتابك الطريق الطريق تابعيني. المهم كراي راسي حدايا صراحة. يلا غنبدا معاكم من بلاصتي. المهم اختي فايقة، صباح الخير عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى ربي تكونوا كلشي على خير وبخير. ما عرفتش اختي شنشعل الضو، دايره الفلاش وما عرفتش ما تيبانش. اختي حنايا، اختي حنايا ماشي مصحاب تير يا قولي. المهم تنديري نيفيا، هي اللي تندير، غادي نديرها لوجهي مع تينشف بزاف هاد الوقيته، كينشف لي اختي بزاف بزاف راكم عارفين مع البرد. وواحد المشه واش حفاتني، وتصوروا البارح مسكينه جاها البرد مع الجوج ديال الليل كتدق عليا من الشرجم. ها نتوما ويلي ويلي طيحات عليا كلشي تصب. عرفتوا مع جابده هادو منين سالي معاكم الروتين باش نديرهم للرجليه باش يبقاو مسرحين، حيت عاوتاني ولا فيهم واحد ديفو. المهم بقاو معايا عاد نشرح ليكم. المهم اختي درت الجهه الاخرى، درت ليها زعما نبان ليكم مزيان وهكا زعما وهكا تقابل مع الشرم. المهم اختي العكر ديال 24 ساعه وما كيعطيش اللون صراحه، ما خصش يعطي بنت. كندوز اش دويزه وحده ولكن تجيني في المرئه انا ما تعطينيش. اشوف البارح قمشت راسي وصافي. هذا هو شنو تندير في الصباح. وهذه اختي نقاد شالي، اسهل شده عاد الاخوانيه هي هذه. انا الصراحه ما نعرفش نتفنن في الشيلان. المهم الخوت ملي حطيت لكم الفيديو البارح بزاف ديال الاخوات كيقولوا لي سعيده او طلقوا صوره البقره، بقيت تقراي صوره البقره. شوفوا والله انا دائما صوره البقره كنطلقها يوميا، يعني يوميا تصوروا دابا وحق الله لمده ديال تقريبا شي عام وكثر انا تنطلقها يوميا يا اختي يوميا. عرفتش انا هاد الاضاءه كيفاش غندير لها يا اختي. يوميا كنطلقها، يوميا ديما طالقاها ديما. مهم الله يحفظنا من عنده صافي. والله ادي كل واحد تيبغي ادي خوه بسطان ديال الشيرفات، هذا هو بسطاني انا صافي اختي. ما عرفتش فاش كنبان في المري، ماشي هي فاش كنبان في التليفون حيت عندي الاضاءه. ايوا كيف ما قلت لكم اخوتي والله هذاك الشيء ما كذبت فيه راه كاين بصح بصح. وبالنسبه للناس اللي كيقولوا ديري الكاميرا ديري الكاميرا، شوف راه الظروف اختي لا تسمح، الظروف ما كتسمحش لينا اننا باش نديروها، سواء تكون باش ما غتكون ما كتسمحش لينا باش نديروها لانه راه غاليه وبزاف ديال الحوايج. صافي اختي دابا كندير. المهم تنفيق دائما، تنحاول انني نبخر راسي زعما ماشي بخور لي هو هذوك البخورات اللي كتعرفوا، هذا بخور نقيقي صورور كانت هرسات لي مبيخره ديالها، هرف عليها تهرسات لي مبيخره ديالي اللي كنت كنشاركها معاكم ديك شحال هذه، راه تهرسات راكم قلتها ليكم. دابا هذه هرف عليها لانه ما عنديش كيفاش غادي نشعلها نتوما باش تعرفوا راه هرف عليها، ما حليتش لها حتى البريز ما محلوش ماشي ديالي صافي. وغادي نحط اختي تبخر تنحاول اننا شوفوا انا كنستغفر تنطلق سوره القران، بعد المرات هكا كنطلق الرقيه كلشي تنديرو باش اننا والله يحفظ اختي من عنده، الله يحفظ من عنده وصافي. حنايا ما تنقدروا نادي وحد، والله يادي كل ما بغى يادي خو المسلم والله. ايوا صافي بزاف ديال الناس كيقولوا سعيده بصح هذاك الشيء راه كان بصح هذاك الشيء. شوفوا انا قلت اللي شافت عيني، يعني هذاك الشيء اللي شافته عيني باش نتاداو فهمتي. كنلقاو داك الشيء صفر خان زحاشاكم، تلقاو الدم، تلقاو بزاف ديال الحوايج. المهم انا غندور معاكم الجهه الاخرى باش نكمل. الصوره كانت واحد الشتيوه ما نعاودش لكم. المهم عاد نشرب داك الكولون انه يضرب البرد. هنا يا اختي تنوض. مهم شفتو الليمون انا تنتشهي، ولكن اخوتي راه تيضرني بزاف بزاف بزاف. شوفوا ها نتوما باش تعرفوا راه كل مره مراياتي كيتهرسوا
هاك راه شحال حيت وهذيك المره قلتوا لي في الكومونتير سعيده الا سهرتوا المرايات راه هذوك هما النحس حيديه. شوفوا هنا خاطر شوفوا ها انتم جولي بران ضروري هذا الدواء ديالي هذه حاطه حتى غنشربها دابا هي وهذه باش ما كننساش الدواء ديالي صافي بيطادين حيت كنتوضى به لابد انني مريضه. وهذا مهم الماء هذا الماء مسخناه عرفتو حيت ولا كيضرني الماء ديال الروبيني في كرشي بزاف هذا كنسخنه وتنحطو هنايا سخون. هاد الكاس هذا ملي كتكون عندي شي كينه تدوب هكا باش ما تنبرز حتى شي واحد يجيب ليا ولا ما تجيبش ليا تندوبها هنايا صافي تنشربها من بعد عاد كنغسلو صافي. وداك المقراص دائما فيه الماء اللي كنغسل به وداك التخربق صافي. هاد الليمونات هاد باغا تنقول ناكل شي وحده ولكن راه كنتشهى وكنخاف منه. المهم هنايا بدات الحقيقه ديال وجهي تتبان. المهم هذا هو الوجه ديالي. ما ديوش اختي على داك السروال انا تنصوب عفوي وكل ما ديوش على داك السروال صافي. المهم من قبل ما بغيتش نشارك معاكم عاوتاني تنقاد بلاصتي هي الاولى كنحسسها ما تبقى فيها حتى شي تخايب باش ما نطيب باش ما حتى شي حاجه. وهادو غادي نديرهم رجليا هكا صافي كنتحرك شويه كندير الترويد تنقي بلاصتي كنديرهم. وهاد شعبان الله 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 ياخذ الحق اخوتي الله ياخذ الحق والله يبعد منا شر الخلق هذا هو المهم الله يبعده منا صافي. هاد تبخير اخوتي راه نقيه زعما ما فيها حتى شي حاجه هاد راه عود الند كنت دايره هنا ما فيها زعما ما دايره فيها ما المهم حنا ما كنعرفوش داك التخربيق يعني فيها تبخيره نقيه زوينه كتعطي ريحه زوينه في البيت كنبخر وصافي اخوتي. دابا كنخليها شويه حتى تطلق الريحه ولا بعد المرات كندير غير الند وصافي اختي. ضروري اختي ديدوغ ديالي ضروري صافي. مشات التحريضة ببلايصتي كلها مقادة. المهم درت معاكم هاد الفيديو باش نقول لكم وسي محمد خويا اليوم اختي حيت بعدا شوف راه حيت ديك الرويلة من فوق من الماريو شفتو حيت دوك الشنطة حيت كانوا يا خاوين. هداك الساك اخوتي فيه الكاشة ديالي تنبدل عندي غير جوج كنبدل بيهم صافي. وحطيت هذيك تما فوقاش ما تطلع لي هذه في راسي نجبدها وصافي. وهذيك الخاميه وهذا هو الروتين اليوم. سي محمد صباح صايم قلت له خويا قول لي شنو ندير لك الفطور باش ندي معاك الاجر قول لي شنو ندير لك. قال لي يلا اختي ما ديري لي والو انا باغا اتاي. قلت له جيب الدجاج نديرو لك هكا فشي حيت هو تيعجبو اصلا تيعجبو الدجاج هكا زعما ديريه له غير تقطعيه ندير له شرموله هكا مع بصيله ولا مع مطيشه ولا هذا ولا غير نديرو له. قال لي يلا اختي انا ما بغيت والو بغيت نفطرها باتاي. الا عقلتو مسكين كان كيشوفني انا كنصوم تيقول لي بغيت نصوم. العام اللي فات الناس اللي عارفين كان مرض فاش نعس في السويسي كان ما خلاوش يصوم فطر 8 ايام ودابا باغي يردها. المهم راه صايم اليوم وان شاء الله غدا وغادي تيساليها والله يعاونو مسكين وليدي اختي وليدي الله يعاونو. ايوا هذا هو الروتين ديالي هانتوما اختي شوفوا الطابلوات ديال 120 ريال وحق الله ولكن هادو هما اللي كانوا عنده والله الا 120 صدقوا فنين كنت تكون عندكم هكا شي زعما في بيت ولا هذا والله تزوين كنت تسحب لي كون خديت هكا طابلوات ولا كنت زدت غير واحد هكا باش تجيني فحال هكا فهمتوا على شكل الناموسية ولكن ما كذبش هذاك الشيء اللي كان. ايوا نخليكم الخوت في امان الله وصلوا ليا في راسكم.